يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يتردد على ألسنة بعض الناس مقولة يا وجه الله، فما حكم هذه المقولة؟ هذا لا يجوز، لا تدعى الصفة. وجه الله صفة من صفاته الذاتية، فلا تدعى الصفة، وإنما يدعى الموصوف. يدعى الموصوف: أسألك بوجهك، أسألك برحمتك، صفاته سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى أدعوه بها، أما الصفة فلا تدعى، إنما يدعى الله جل وعلا. نعم.